خصصة للقاية والفترة المسائية في يوم الأمس وليلة البارحة، خصصت للجداع، بينما اليوم استكمل برنامج السباق المحلي العاشر، وشهدنا الفترة الصباحية إقامة أشواط الثنايا، وفي هذا المساء ينطلق أول أشواط الحيل. هذا هو الشوط الأول الرئيسي للحيل في هذا السباق وفي هذا المحلي العاشر. إذن هذا الشوط ينطلق على بركة الله وحفظه، وتشارك في هذا الشوط السعدية الوجبة والجساسية والغارية، الذيبة والداودية، الدوحة ومزنة والسيلية، وجميعها لهجن الشيحانية مع اختلاف المضمرين محمد بن خالد العطية، سالم بن فاران وسلطان الوهيبي. أيضا تشارك غزلان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وكذلك أيضا المشاركة من قبل العنود لهجن الشيحانية ومنوى وهوايل ومنصورة. الشاهين أيضا اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والشاهين أيضا لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة النويعس، وأمكيدة اسمه الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، والضبيل لهجن الشيحانية، وطلب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب. وأيضا سلهودة تشارك في هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتشارك أيضا التماس لهجن الشيحانية. أيها الأعزاء، هذه الأسماء المشاركة والحاضرة في شوط الحيل المقدمة مع الوجبة لهجن الشيحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري على مقدمة الشوط، وفي الصدارة دور المركز الثاني هنا الوجود من قبل السعدية لهجن الشيحانية على المركز الثاني، الدواء التضمير والمتابعة مع محمد بن خالد العطية. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثالث، وهنا الوصول من قبل الداودية لهجن الشيحانية برفقة سالم بن جابر بن فاران المري. وننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الرابع، وهنا الوصول من قبل طلب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التضمير والمتابعة مع عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. ننتقل إلى المركز الخامس، ومرحبا بهذا القدوم، ورحب بالمركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. وأرحب بهذه اللحظات بالمركز اللي خلف المركز الخامس ويقترب من عالم النداء والإذاعة، مرحبا بالتماس، مرحبا بالتماس القادمة لعالم النداء والإذاعة لهجن الشيحانية وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري. أعود إلى مقدمة الشوط، الوجبة مشاهدينا الأعزاء مع أول كيلو مترين تنقضي من مسافة هذا الشوط. هذه الوجبة يا متابعينا الأعزاء على الكادر الفوقاني وعلى الهواء مباشرة، تنطلق بشعار هجن الشيحانية وجرة الشوط جر من الانطلاقة، وعطنا الفارق يا الحمادي، عطنا الفارق عفوا يا السادة ويا أبو شارب الله يعطيكم العافية. هذه على مقدمة الشوط الوجبة، على مقدمة الشوط هذا هو الفارق على الكادر التحتاني. نشاهد الوجبة تبتعد ابتعاد كلي وتقود زمام الأمور بكل ثقة، وأيضا على الكادر الفوقاني يتنقل المخرج ما بين الكادر التحتاني والكادر الفوقاني ليعطينا الفارق ويعطي مشاهدينا في هذا المساء والمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو المتابعين. المركز الثاني هنا السعدية لهجن الشيحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، دور المركز الثالث، وهنا الداودية أيضا. أرحب بهذا الاسم القوي وهذا الاسم الكبير في عالم رياضة سباقات الهجن، هذه الداودية مشاهدينا الأعزاء من هجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. المركز الرابع الوصول من طلب من تطلب المراكز الأولى لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوب، التضمير مع محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، وتليها على المركز الخامس هنا الوصول من قبل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملية التضمير والمتابعة مع سالم بن حمد
بن هيان العامري. هذه نتيجتنا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. والوجبة انطلقت انطلاق ممتاز منذ الانطلاقة وهي تقود المسار برفقة أحد المضمرين الذهبيين المميزين سالم بن فاران. يقدم لنا في هذا الشوط نخبة من الأسماء حاضرات ومتواجدات في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط الأول الرئيسي شوط قمة، وأسماء قمم تشارك في هذا الشوط والشعارات أيضا لها حضور في كل المحافل الدولية. هذه الوجبة على صدارة الشوط لهجن الشيحانية، وسالم بن فاران يتابع ويقدم الوجبة في أول أشواط هذا المساء. المركز الثاني السعدية من هجن الشيحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الثالث وهنا الدودية أيضا من هجن الشيحانية، أيضا سيطر على ثلاثة المراكز الأولى من هذا الشعار. محمد بن خالد العطية يتابع أو سالم بن فاران مع تضمير الدودية على المركز الثالث. المركز الرابع هنا طلب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي بالتضمير. المركز الخامس من تتسلل هنا الله منصورة 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 صاحبة الشوط الأول الرئيسي في الفترة الصباحية من مسافة الطفة في سباق سيدي سمو الأمير في الأيام القليلة الماضية. تصل منصورة وأيضا صاحبة الشوط الأول الرئيسي من مسافة الطفة أيضا في ميدان المرموم في الثنايا في العام الماضي. هذه تصل من هجن الشيحانية بقيادة العملاق سلطان الوهيبي. الله يا سلام، أسماء كبيرة تشارك، أسماء لها سجلات حافلة بالإنجازات، لها أيضا في رصيدها سيارات والبعض منها في رصيد السيوف والبعض في رصيد الكؤوس والبعض في رصيد رموز. تحضر في هذا الملتقى الكبير، في هذا الملتقى وأيضا في هذه المشاركة وهذا الملتقى بعد المشاركة الكبيرة التي شاهدناها في سباق سيدي سمو الأمير في الأيام القليلة الماضية. وأيضا الشباب والمضمرين مقبلين على مشاركات هامة للهجن الخليجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية مع ختام الوجبة وبعد ذلك ختام المرموم في شهر إبريل. إذن الكل يستعد، الكل يستعد والهجن في طور الاستعداد ما زالت. ومقدمة الشوط نعود إلى الوجبة التي على صدارة الشوط هنا لهجن الشيحانية سالم بن فاران في عملية التضمير. المركز الثاني طلب تتسلل، طلب تتقدم لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث الدودية لهجن أو الرابع الدودية لهجن الشيحانية سالم بن فاران في التضمير. منصورة تصل وتتقدم منصورة متابعينا الأعزاء على المركز الخامس، وما زال الزعبران موجود على رأس منصورة من تحتل المركز الخامس وتتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. وأذكر بأنها فازت بدون أي تعليمات في سباق سمو الأمير الماضي. هذه تنتقل إلى المركز الرابع، أسماء عملاقة تشارك في هذا الشوط، وبإذن الله وبحول الله سنشهد في مساء الغد انطلاقة مهرجان المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ذراه في مساء الغد في مهرجان. أيضا وضع له من الجوائز العينية ومن الرموز الكثير، وأيضا يحمل أكبر جائزة نقدية في آخر أيامه وضعت على مستوى سباقات الهجن. إذن على مستوى سباقات الهجن هو الأضخم في الخليج وفي التاريخ. سباق المؤسس سينطلق في مساء الغد. ارحب نيابة عن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بكافة الضيوف القادمين للمشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي. أعود إلى الوجبة على مقدمة الشوط وأرى الأسماء تقترب. يا سالم بن فاران أرى الشعارات تقترب من بعضها البعض. ما زالت الوجبة على صدارة الشوط، وفي المركز الأول من هجن الشيحانية سالم بن فاران يتابعها في التضمير. المركز الثاني أيضا هنا الوصول من قبل السعدية أيضا من هجن الشيحانية وأحد المضمرين المشاقبين محمد بن خالد العطية. منصورة تصل اللي ما ذاقت الهزيمة أبدا في العام الماضي وفي هذا العام المسافة الستة. اليوم هو الاختبار يا سلطان، نتمنى لك التوفيق ولإخوانك المضمرين. هذه منصورة
على المركز الثالث من هجر الشيحانية، يتابعها عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في هذا التجهيز الأخير للسباقات القادمة. المركز الرابع هنا متابعينا الأعزاء، الداودية تنطلق على رابع المراكز وتحلق من هجر الشيحانية لتكمل السيطرة الرباعية من هذا الشعار العنابي على الأربعة مراكز الأولى. سالم بن فران في متابعة الداودية، وأيضا هنا الوصول والتقدم، يا سلام، الله يا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تتسلل بدورها وتخطف المركز الرابع مع المضمر القدير سالم بن حمد بن هيان العامري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء والحبل الكريم. ونعود إلى مقدمة الشوط، الوجبة 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 ما زالت هي سيدة الموقف، قامت راس وحتى ال 1500 متر الأخيرة وهي تقود هذا الشوط، تقود الشوط قيادة حكيمة في موقع صعب، في موقع مستهدف من كافة المضمرين، من كافة الملاك يستهدفون ويبغون ويتمنون هذا المركز وهذا الموقع. منصورة 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 تنطلق على المركز الثاني من هجر الشيحانية، سلطان الوهيبي يقف خلف تضمير منصورة. المركز الثالث الوصول من قبل السعدية لهجر الشيحانية، سال محمد بن خالد العطية في التضمير والمتابعة. المركز الرابع الوصول الداودية من هجر الشيحانية والتضمير أيضا مع سالم بن فران. المركز الخامس هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، ونحن نقترب مشاهدينا الأعزاء من لوحة الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المذيل، التماس تتدخل إلى عالم النداء وإلى عالم الإذاعة. الكيلو متر الأخير يا متابعين، انطلقت التماس في خامس المراكز بعد العودة من إصابة لعامين كاملين منعتها من المشاركة. مرحبا بهذا القدوم، أعود إلى الوجبة على مقدمة الشوط، يا سلام، الوجبة 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 مشاهدينا الأعزاء. هو منصورة ومنصورة والسعدية طارت الحين وانطلقت التماس، انطلقت التماس، صاحبة سيفين في الرصيد، في رصيدها سيفين، محبوبة الجماهير، احدى العملاقات تشارك في هذا المساء، وايضا من المشاركات التجهيزية لها في هذا المساء ال 600 متر الاخيرة يا متابعين. وانطلقت الوجبة، انطلقت الوجبة على مقدمة الشوط، ومنصورة اللي قلت لكم اللي خبرتكم بانها ما ذاقت الهزيمة على المركز الثاني. يا سلام، الله، الوجبة ومنصورة، الفوز ما بين الشعارين، الشعار العنابي او احد المضمرين اللي يقفون خلف هذا التضمير. الوجبة على مقدمة الشوط ومنصورة على المركز الثاني 300 متر، الوجبة ومنصورة، الوجبة قامت راس وستنهي هذا الشوط راس. إذن تهانينا، الفوز واحد، الفوز واحد، والناموس لمحبين ولجماهير الشعار العنابي على الفوز بالأربعة المراكز الأولى في هذا المساء، أو بالخمسة المراكز الأولى. هذه الوجبة مشاهدين الأعزاء تخطف المركز الأول، تخطف أقوى أشواط هذا المساء، أقوى أشواط الحين، أقوى أشواط السباق المحلي العاشر. يذهب مشاهدينا الأعزاء مع منصورة مع الوجبة، تهانينا والناموس لهجر الشيحانية، والتهاني لسالم بن فران. المركز الثاني منصورة، والمركز الثالث الداودية، المركز الرابع التماس، المركز الخامس السعدية، تهانينا والناموس لهجر الشيحانية على الفوز بالخمسة المراكز المتقدمة الأولى، تهانينا لسالم بن فران على تقديم الوجبة في المركز الأول، والتهاني أيضا لسلطان الوهيبي على تقديم منصورة في المركز الثاني واحتلال المركز الثاني. المركز الثالث كانت الداودية، أيضا لهجر الشيحانية مع المضمر سالم بن فران المري. تهانينا والناموس لهجر الشيحانية، والتهاني لجماهير ولمحبين هذا الشعار الأدعم، شعار العنابي، على ما قدم من هذا المستوى الممتاز في هذا المساء. تهانينا والناموس. إذا ننتظر لحظات التوقيت الزمني للثلاثة المراكز الأولى. إذا هذه الوجبة تصل إلى خط النهاية بتوقيت ممتاز، 13 دقيقة 10 ثواني 96 جزء من الثانية. تهانينا لهجر الشيحانية، والتهاني لسالم بن فران المري. المركز الثاني منصورة، توقيت منصورة 13 دقيقة 11 ثانية 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشيحانية، والتهاني منصورة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث كان الوصول
من قبل الداودية لهجن الشيحانية.